Let's do this. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، رجعت لكم اليوم في مقطع بيكون في كل المعلومات الخاصة عن لعبة Call of Duty القادمة. بعد ما شفنا العرض أمس وصلني إيميل من الشركة في كل التفاصيل اللي بنقلها لكم في هذا المقطع. هل اللعبة فيها عربي؟ هل القصة قوية؟ هل راح ندفع رسوم أكثر من سعر اللعبة؟ كل الأشياء هذه بذكرها لكم في هذا المقطع. والحين نبدأ المقطع، وأتمنى تستفيدون ويعجبكم ويلقى منكم الدعم باللايك والنشر. أول شيء اسم اللعبة Call of Duty Modern Warfare، وهذا الاسم يذكرنا في الأجزاء الأسطورية للسلسلة. أنا شخصيا تحمست لأن أحب القصص اللي موجودة في Modern Warfare. وأخيرا طور القصة أو اللعب الفردي أو الكامبين رجع مرة ثانية بعد ما تخلوا عنه في Black Ops 4. توقعت أنه ما راح يرجع ويتغير يعني توجه اللعبة، لكن الحين طور القصة موجود، وحسب ما قرأت في الإيميل من الشركة أنهم راح يقدمون طور قصة لمستوى بيكسر القواعد بطريقة ما نشوفها إلا في سلسلة Modern Warfare. باختصار أن طور القصة راح يكون مشوق ومثير، وفي ثقافة مقتبسة من الأحداث والحروب في الوقت الحالي. بالنسبة للقصة والأحداث في Modern Warfare القادم راح يكون نفس Modern Warfare قبل، يكون أحداث في القصة تنتقل من جنود مختلفين أو أماكن مختلفة في اللعبة. ومن الأماكن اللي راح نشوفها في الجزء الجديد أو في الكامبين راح يكون في أحداث عمليات سرية تحبس الأنفاس، وراح يكون في أحداث قوات خاصة دولية، بالإضافة لأحداث مثل ما هم كاتبين لمقاتلين الحرية، فاحتمال أن نلعب بشخصيات عرب. وعلى طاري العرب، يمكن لاحظتوا أصحاب القبعات البيضاء اللي هم الدفاع المدني الحر في سوريا، فبالتالي بتكون في أحداث في سوريا، بالإضافة لبعض المهمات اللي راح تكون في مدن أوروبية مشهورة وواضح من سيارات الشرطة. بالإضافة أن راح نخوض معارك كبرى في مساحات كبيرة في الصحراء، وغالبا بتكون في الشرق الأوسط حسب المذكور في الإيميل. مثل ما شفتوا في العرض، تواجد شخصية معروفة ونحبها طوال تاريخ سلسلة Call of Duty، وهو كابتن برايس، اللي راح يكون في مواجهات أمامية مع مشغلي الطبقة القاتلة في المنطقة الرمادية لقواعد الاشتباك الخاصة فيهم. فمثل قبل راح يرافقنا في بعض المهمات، وكالعادة دائما لما يكون مع كابتن برايس يكون الكامبين جدا ممتع. وعلى فكرة القصة راح تدعم الترجمة باللغة العربية علشان تفهم كل الأمور فيها. شيء إضافي في موضوع القصة أنه ما راح يكون مبسط أنك بس تركض وتقتل الأعداء وتنهي المراحل، لا، بيكون في تنوع وأنماط مختلفة في القتال. عندك مثلا مهام استراتيجية تتحرك فيها بشكل معين. للأمانة ما أدري شلون راح تكون هذه المهمات الاستراتيجية، لكن ممكن يقصدون شيء مثل المهمة اللي شفناها في الجزء الرابع قبل. بالإضافة راح يكون في مهام للأشباح اللي تكون فيها تسلل أو إن ستيلث وتتمشى بطريقة معينة وما تقاتل باندفاع. بالإضافة إن راح يكون في مهام طويلة الأمد، يعني ممكن تصنع فيها قرارات أو اختبارات معينة. أما بالنسبة لمظهر اللعبة والرسومات، اللعبة تم تصنيعها في محرك جديد، ولو تلاحظون في هذا العرض فعلا رهابة الصورة جدا جميلة، ما كأنها Call of Duty اللي نعرفها، فيها واقعية في الرسومات وتشوفون الإضاءة ممتازة حسب الأماكن واختلافها. ومن خلال لقطات العرض والصور الواضحة فعلا الرسومات باين عليها قوية، وفي بداية المقطع مكتوب لك أن كل اللي مصور في العرض هو من تصوير اللعب الحقيقي أو الجيمبلاي، يعني ما هو مشهد سينمائي أو CGI، فهو جيمبلاي حقيقي. بالنسبة لآخر معلومات وبشكل سريع، أن طور القصة راح تقدر تلعب سينجل بلاير يعني لحالك، أو مع أصدقائك تسوي لهم انفايت وتلعبون كوب أو لعب تعاوني. أشوف أنه بيكون تجربة ممتعة، خصوصا لما تدخل مع أصدقائك وتشغلون الميكروفونات وتلعبون مهمات السرية أو التكتيكية. خبر ثاني حلو بخصوص اللعبة أنه ما راح يكون في الجشع المعتاد والسيزن باس والتفرقة والأمور هذه، راح تكون اللعبة من تشتريها تحصل على كل الإضافات والخرائط مجانية لكل اللاعبين. وبالنسبة للأونلاين، أنا شفت لي صورة توضح لك بعض أشكال الشخصيات واللي تقدر تعدل عليها، لكن ما تعتبر كلاسات. المهم انه لما نشتري اللعبة ناخذ تجربة كاملة مثل بعض. ايضا في معلومة مهمة وحلوة صراحة، ان اللعبة راح تكون كروس بلاتفورم، راح تلعب الاكس بوكس والبلاي ستيشن والبي سي، كلهم يلعبون مع بعض، يعني ما راح يكون في اي مانع لك تقدر تكلم اي صديق على اي جهاز او اي منصة وتسوي الانفايت وتلعبون اونلاين مع بعض. واشوف انها خطوة جميلة، واتمنى كل الالعاب تطبقها. اما بالنسبة لاخر شيء عندنا موضوع الاونلاين، ما في معلومات حالية عنه، لكن ان شاء الله اذا صار لي تجربة للعبة في الايام القادمة راح اعطيكم معلومات اكثر عن Call of Duty. بالاضافة ان سمعنا انه راح يكون في نسخة للموبايل وهذه الامور، كل الاشياء ان شاء الله اغطيها لكم في الفترة القادمة في E3 ونتأكد من صحتها، بالاضافة للمعلومات من خلال التجربة. واحب انوه على شغلة، تأكد انك متابع الانستغرام وتويتر علشان ما يفوتك شيء، خصوصا الانستغرام بشكل يومي راح اصور في الرحلة. اما الحين وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى ان عجبكم واستفدتم منه، ولا تنسون اللايك وانشر المقطع لو انك
حاب تدعم القناة وأيضا تخلي الناس يستفيدون من هذه المعلومات، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.